يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 96 بعد 100. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثالث من عنواننا، ثأر الحسين، السر الأعظم للرجعة العظيمة. في الحلقة الماضية وصلت معكم متسلسلا في حديثي إلى سورة نوح. لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم في الحلقة الماضية كي أنتفع من الوقت، إلا أنني أذكركم بالجهة التي وصلت إليها كي أواصل حديثي في هذه الحلقة. حدثتكم عن العلاقة الوثيقة ما بين التشريع والتكوين،
وحينما أتحدث عن التشريع إنني أتحدث عن التشريع الصحيح، عن التشريع الصادر من أهله. إنه التشريع الصادر من محمد وآل محمد فقط، التشريع الصادر من محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. ما صدر عن هؤلاء فهذا هو التشريع الصحيح، وما صدر عن غيرهم أيا كان فما هو بتشريع صحيح. قطعا أبرز مصداق للتشريع غير الصحيح مراجع النجف وكربلاء، فتاواهم مستنبطة وفقا للبرنامج الشيطاني الذي جاءنا به الطوسي من مزابل الشوافعي والمعتزلة. إنه برنامج الطوسي لاستنباط الأحكام الشرعية واستنباط العقائد وتفسير القرآن وسائر ما يتعلق بالثقافة الدينية. جاءنا ببرنامج شيطاني ضال قذر، وحينما أسس حوزته في النجف جعل ذلك البرنامج الشيطاني القذر منهجا لها، ولا زال مراجع النجف وكربلاء يعملون بذلك المنهج الشيطاني القذر. فما يصدر منهم من فتاوى مصداق واضح للتشريع غير الصحيح. فحديثي هنا عن علاقة التشريع بالتكوين، إنه التشريع الصحيح هو التشريع الصادر عن محمد وآل محمد فقط وفقط. قرأت عليكم مما جاء في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم. نوح النبي هكذا يقول لقومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الكلام يشير إلى منظومة التشريع والدين، ماذا يترتب على الالتزام بالتشريع الصحيح. فهذا نبي قطعا يخبر قومه بتشريع صحيح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا شأن ديني، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه شأن كوني، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا تكوين في تكوين في تكوين، وهذا التكوين مرتبط بذلك التشريع. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ما لكم لا ترجون لله وقارا إشارة إلى منظومة الدين
في العقيدة السليمة، إنما يرجى الوقار لله في العقيدة السليمة الصحيحة وما يترتب عليها من تفاريع الدين في العبادات والطقوس والمعاملات والأخلاق. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا بحسب حديث الكساء اليماني، فكل هذا خلق لأجلهم صلوات الله عليهم. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية. إلى سائر ما جاء في حديث الكساء اليماني الشريف الذي تعرفونه، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الكلام كله في أجواء التكوين، وكان الحديث عن أجواء التشريع وعن الترابط ما بين التشريع والتكوين. هذا المنطق هو منطق القرآن من أوله إلى آخره. أخذ لكم آية من الآيات على سبيل المثال، ما جاء في سورة الأعراف في الآية 96 بعد البسملة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيمان وتقوى، إنها منظومة الدين في أبعادها العقائدية وأبعادها العملية التطبيقية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الفتح فتح تكويني، وهذه البركات من السماء والأرض بركات تكوينية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هذا تشريع يرتبط به تكوين، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هذا تكذيب بالشأن الديني، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أخذناهم تكوينيا. فالترابط ما بين التشريع والتكوين في الحالات الإيجابية وفي الحالات السلبية واضح في هذه الآية وفي الآيات التي في سورة نوح وفي سائر آيات الكتاب الكريم. أعتقد أن القضية صارت واضحة وواضحة جدا. فإذا كان شأن الناس من أمثالنا، الحديث
عن قوم نوح، والحديث عن أهل القرى في سورة الأعراف. فهؤلاء ناس من أبناء آدم كأمثالنا. إذا كان الشأن التكويني يأخذ المساحة الأكبر في حياتنا، فماذا تقولون عن حسين وآل حسين الذين كل التكوين لأجلهم وصدر من فيضهم وهو قائم بلطفهم ومرده إليهم وسلطتهم تهيمن على كل ذرة فيه وذل كل شيء لكم، فكيف لا يكون التكوين مسارا لمشاريعهم وبرامجهم؟ المشروع الأعظم لأصحاب الكساء هو مشروع الحسين، والذي يتجلى بشكل تطبيقي على الأرض في مشروع إمام زماننا عند ظهوره الشريف. فهذه المشاريع الجانب التكويني فيها هو الجانب الأكبر، فما بالكم بالرجعة العظيمة التي هي مسار تكويني في كل أبعادها وفي كل جهاتها. الجانب التشريعي يقع في حواشي حواشيها حتى يتجلى دين محمد صلى الله عليه وآله في أبهى صوره، في أكمل مراتبه، في الدولة المحمدية العظمى التي هي في آخر مراحل عصر الرجعة العظيمة، وحيث تتجلى جنة الأرض. وهذا التجلي حقيقة تكوينية، فدولة محمد صلى الله عليه وآله العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة، الجانب التكويني هو الجانب الحاكم فيها، وهو الجانب الطاغي والظاهر والواضح فيها. وما التشريع إلا برنامج للتعامل مع شؤون تلك الجنة المحمدية التكوينية العظمى في عالم الدنيا، في أرضنا هذه التي هي الأخرى، ستتغير تكوينيا. الحكاية عظيمة عظيمة. نذهب إلى فاصل. السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الأبراه التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
سلام على الحسين وعلى علي بن وعلى ولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا زال حديثي يتواصل في أجواء سورة نوح، حديثي عن نوح النبي وما جرى عليه وما جرى على يديه. تقريب ومثال أريد أن أصل من خلاله إلى أن أقرب لكم معنى الثأر الحسيني. فعنوان هذه الحلقات، وهذه هي الحلقة الثالثة تحت نفس العنوان، ثأر الحسين السر الأعظم للرجعة العظيمة. أريد أن أقرب لكم الفكرة من أن الحديث عن ثأر الحسين ليس بالضرورة أن يكون من طريق الحروب. هذا موضوع دقيق وعميق، عليكم أن تصطبروا علي حتى أكمل حديثي في هذا الموضوع. سأعرض بين أيديكم لوحتين في موضوع واحد، لكن اللوحة الثانية تكمل اللوحة الأولى. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 164. الحديث الأول بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح وأيقن الشيعة بالفرج. لماذا أيقنوا بالفرج؟ لأن المؤمنين منذ زمان مقتل هابيل وهم ينتظرون القائم بالحق في ذلك المقطع الزماني الذي هو نوح النبي. له علامات، له بشائر، الحكاية مفصلة، وأنا لا أريد أن أدخل في هذه التشققات التي ستأخذني
يمينا ويسارا. سأقف عند نصوص هذه اللوحة، عند عبائر هذا الحديث. لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح وأيقن الشيعة بالفرج، إنهم شيعة منهج هابيل والذين يقفون بمواجهة شيعة منهج قابيل. لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح وأيقن الشيعة بالفرج، ما الذي جرى؟ اشتدت البلوى على نبيهم نوح وعليهم، اشتدت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدة شديدة نالت الشيعة، والوثوب على نوح بالضرب المبرح حتى مكث نوح في بعض الأوقات مغشيا عليه 3 أيام بسبب الضرب. أي ضرب هذا؟ يجري الدم من أذنه ثم أفاق. وذلك بعد 300 سنة من مبعثه. 300 من السنين، واشتد البلاء على نوح وأتباعه بعد 300 من السنين، وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلا ونهارا فيهربون، ويدعوهم سرا فلا يجيبون، يدعو قومه، ويدعوهم علانية فيولون، يدعوهم سرا أي يختلي بأفراد منهم، بفرد واحد أو بعدد قليل منهم بعيدا عن المجموع وعن أنظار الكبراء، ويدعوهم سرا فلا يجيبون، ويدعوهم علانية في نواديهم في ساحاتهم فيولون. فهم بعد 300 سنة بالدعاء عليهم، وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء، فهبط إليه وفد من السماء 7 وهم 3 أملاك، فسلموا عليه ثم قالوا له: يا نبي الله، لنا حاجة. قال: وما هي؟ قالوا: تؤخر الدعاء على قومك، فإنها أول سطوة لله عز وجل في الأرض، أول سطوة ماحقة، وهذا ما تحقق في الطوفان، فإنها أول سطوة لله عز وجل في الأرض. قال: قد أخرت الدعاء عليهم 300
سنة أخرى. وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع من دعوته وإرشادهم ويفعلون ما كانوا يفعلون، لا يستجيبون له، بالضبط مثلما جاء في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. المضامين هي هي، دعاهم بالسر ودعاهم بالعلن، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهو في خلال ذلك في القرون الثلاثة الأولى، وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلا ونهارا فيهربون، ويدعوهم سرا فلا يجيبون، ويدعوهم علانية فيولون. وبعد أن نزل وفد الملائكة من السماء السابعة وطلبوا من النبي أن يؤخر دعوته على قومه فأعطاهم مهلة 300 من السنين، وفعل نفس ما فعل في القرون الثلاثة الأولى، وهم فعلوا نفس ما فعلوا مع نبيهم، حتى إذا انقضت 300 سنة حتى إذا انقضت 300 سنة أخرى ويأس من إيمانهم حتى إذا انقضت 300 سنة أخرى ويأس من إيمانهم جلس في وقت ضحى النهار للدعاء فهبط عليه وفد من السماء السادسة وهم 3 أملاك فسلموا عليه وقالوا نحن وفد من السماء السادسة خرجنا بكرة من أول النهار من أول الصبح خرجنا بكرة وجئناك ضحوة وقت الضحى. ثم سألوه مثل ما سأله وفد السماء السابعة من أن يؤخر دعوته على قومه، فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولئك إليه، أعطى قومه مهلة أخرى 3 قرون. أي صبر عند هذا النبي. فأجابهم
إلى مثل ما أجاب أولئك إليه. وعاد نوح النبي إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا، حتى انقضت 300 سنة تتمة 900 تتمة 900 سنة حتى انقضت 300 سنة تتمة 900 سنة فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم من العامة من عامة قومهم والطواغيت، وما ينالهم من الطواغيت من كبرائهم، وسألوه الدعاء بالفرج بعد 900 سنة، فأجابهم إلى ذلك وصلى ودعا، فهبط جبرائيل عليه السلام فقال له: إن الله تبارك وتعالى أجاب دعوتك، فقل للشيعة يأكل التمر، ما هم عراقيون والتمر عراقي، فقل للشيعة يأكل التمر، فقل للشيعة يأكل التمر ليأكل التمر، إنه أمر، فقل للشيعة يأكل التمر ويغرس النوى بعد أن يأكل التمر ويراعوه حتى يثمر، فإذا أثمر فرجت عنهم. إذا أردنا أن نزرع نوى التمر فإن هذا النوى لن تنمو منه النخلة وتثمر إلا بعد سنين، ربما تصل إلى 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات حتى تنمو النخلة وحتى تثمر. فجبرائيل قال لنوح النبي بعد أن دعا على قومه بعد 900 سنة: إن الله تبارك وتعالى أجاب دعوتك، فقل للشيعة يأكل التمر ويغرس النوى ويراعوه حتى يثمر، فإذا أثمر فرجت عنهم. فحمد الله وأثنى عليه وعرفهم ذلك، عرف الشيعة ذلك، فاستبشروا به فأكلوا التمر وغرسوا النوى وراعوه من الرعاية حتى أثمر، نبت النخل وأثمر تمرا، ثم صاروا إلى نوح بالتمر قالوا: هذا هو التمر يا نبي الله، وسألوه أن ينجز لهم الوعد، فسأل الله عز وجل في ذلك، فأوحى الله إليه: قل لهم كلوا هذا التمر، كلوا هذا التمر واغرسوا النوى، فإذا أثمر
فرجت عنكم فلما ظنوا أن الخلف قد وقع عليهم ليس هناك من فرج ارتد منهم الثلث وثبت الثلثان فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوا به نوحا في المرة الثانية الله ما أمرهم أن يزرعوا الفسائل لأن الفسائل تنمو منها النخلة وتثمر بشكل أسرع من نماء النخلة من النوى فما أمرهم بزراعة الفسائل أمرهم بزراعة النوى فإن النخيل يحتاج إلى زمان أطول حتى ينمو وحتى يثمر إذا كان النخيل قد زرع بواسطة النوى وليس بواسطة الفسائل الفسائل جمع لفسيلة وهي الشجرة الصغيرة من النخل وغير النخل فأكلوا التمر وغرسوا النوى في المرة الثانية حتى إذا أثمر أتوا به نوحا فأخبروه وسألوه أن ينجز لهم الوعد فسأل الله عز وجل في ذلك فأوحى الله إليه قل لهم كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فارتد الثلث الآخر وبقي الثلث فأكلوا التمر وغرسوا النوى فلما أثمر أتوا به نوحا ثم قال فلما أثمر أتوا به نوحا ثم قالوا له لم يبق منا إلا القليل ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلك فصلى نوح ثم قال يا رب لم يبق من أصحابي إلا هذه العصابة والعصابة القلة من الرجال التي اتفقت على رأي واحد وإني أخاف عليهم الهلاك إن تأخر عنهم الفرج فأوحى الله عز وجل إليه قد أجبت دعاءك فاصنع الفلك فاصنع السفينة وكان بين إجابة الدعاء وبين الطوفان 50 سنة هذه الرواية مجملة فإن نوحا أمر أتباعه 7 مرات 50 سنة النخلة إذا ما زرعت بواسطة النوى فإنها تحتاج إلى ما بين 6 إلى 8 سنوات قد تنمو في 6 سنوات في 7 سنوات فاضربوا 7 في 7 الناتج ما هو 7 في 7 يساوي 49 اللوحة الثانية ستحدثنا عن ذلك هذه اللوحة كانت لوحة إجمالية وهذا الإجمال ربما من قبل الرواة فهذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية الأخرى
هي أيضا عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من حديث طويل، إنه الحديث الذي رواه لنا سدير الصيرفي حينما دخل هو والمفضل وأبو بصير وأبان، هؤلاء من رموز الشيعة ومن رموز أصحاب إمامنا الصادق، دخلوا عليه والحديث طويل، وأنا أقرأ عليكم من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمة من الطبعة نفسها صفحة 388. الإمام الصادق يحدث أصحابه عن سنن غيبات الأنبياء وعن السنن التي جرت في الأنبياء والتي ستتحقق في الغيبة المهدوية، إلى أن وصل الكلام عن الذي جرى في زمان نوح النبي، وأما إبطاء نوح فإن الإمام الصادق يقارن بين إبطاء ظهور الإمام وبين إبطاء طوفان نوح وما جرى من التفاصيل، وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء، استنزلت الذي استنزلها نوح النبي بعد صبر طويل، بعد 900 من السنين، فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء بعث الله عز وجل الروح الأمين جبرائيل بسبع نويات رمزية للنخيل الذي سيغرس، بسبع نويات، فقال يا نبي الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقي وعبادي، الحديث عن العراقيين من قوم نوح، إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود اجتهادك إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه، واغرس هذه النوى فإن لك في نباتها في نموها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج، فإن لك في نباتها في نباتها في نموها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص، فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. فلما نبتت الأشجار أشجار النخيل وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى التمر عليها صار ناضجا مثمرا وزهى التمر عليها بعد زمان طويل، استنجز من الله سبحانه وتعالى العدة الموعد، فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس
من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكد الحجة على قومه، فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم 300 رجل وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها 7 مرات، فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى 72 رجلا بعدد أصحاب الحسين. إلى أن عاد إلى 72 رجلا أسرار هذه أسرار، هذه ثقافة العترة الطاهرة مشحونة بالأسرار، وليس جزافا أقرأ عليكم من سورة نوح وأحدثكم بحديث نوح والعنوان ثأر الحسين السر الأعظم للرجعة العظيمة. أنا لا أحدثكم بحديث جزافي، كل منطلقاتي وكل غاياتي وكل مبادئي وكل قواعدي إنني أستقيها من عميق ثقافة الكتاب والعترة. أتمنى عليكم أن تدركوا هذه الحقيقة وأن تتابعوا معي بعمق وتدبر وتفكر بعيدا بعيدا عن الثقافة التي تعودتم عليها من ثقافة سفهاء حوزة النجف وكربلاء، أولئك المسخرة الذين تلقبونهم بأعظم الألقاب وأكبرها. على أي حال، أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها 7 مرات. كما قلت لكم، النخلة التي تنمو من نواة تحتاج إلى 6 سنوات إلى 7 سنوات، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى 8 سنوات. فاضربوا كما قلت لكم 7 × 7، فهذه هي المدة، مدة 50، إلى أن غرسها 7 مرات، فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى 72 رجلا. هذه عملية التطهير، الثأر الحسيني عملية تطهير، الثأر الحسيني عملية تنقية، وطوفان نوح ثأر، هذا ثأر لدماء هابيل، وجريان دماء هابيل هي جزء
من برنامج يعود في بنيته التكوينية إلى دم حسين صلوات الله وسلامه عليه، ومرت علينا الآيات بحسب تفسيرهم والروايات والأدعية والزيارات، وهي ترسم لنا لوحة متكاملة لا نقص فيها ولا عيب فيها. ولا زال الحديث متواصلا في نفس هذا الاتجاه، إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا، فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه وقال: يا نوح، الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه. الراجعون من هم؟ هم الثائرون لدم الحسين الذين محضوا الإيمان محضا. هذه صحائف مختصرة وموجزة عن الذي سيجري في برنامج الخلافة الأعظم من مهديهم في العصر القائمي الأول إلى محمدهم المصطفى في آخر عصر الرجعة العظيمة. فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه، إلى نوح النبي، وقال: يا نوح، الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه، وصفى الأمر والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة. كيف تكون الطينة الشيعية خبيثة بخبث العقيدة؟ هي في أصلها طينة طيبة لكنها تخبث بالعقيدة الناصبية. طهروا طهروا طينتكم يا أشياع علي من الخبث الذي لحق هذه الطينة من قذارات وخبائث مراجع النجف وكربلاء الذين طهروا الذين نجسوا عقائد أجدادنا وآبائنا منذ زمان الطوسي، منذ ذلك الزمان المشؤوم، وهم يضخون النجاسات والرجاسات والخبائث في عقول الشيعة، جلبوها لنا وتسوقوها لنا من أسواق سقيفة بني ساعدة، من كل تلك القذارات والأوساخ وذلك الكدر، بارتداد كل من كانت طينته خبيثة. فلو أني، الله يقول لنوح النبي، فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي
بذهاب الشك من قلوبهم، وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم، مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا. وخبث طينهم وسوء سرائر، وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم، مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا. وخبث طينهم وسوء سرائرهم التي كانت، تلك السرائر التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة، سنوح الضلالة ما سنحت به الضلالة وما تفرع منها. والنفاق والضلالة في العقيدة، لا في العبادات، وحتى إذا كان في العبادات فإن الأساس هو في نفاق العقيدة، فالعبادة مظهر للعقيدة، وإذا كان فيها من نفاق فبسبب النفاق في العقيدة كما قلت لكم. فإن خبث الطينة يأتي من خبث العقيدة، وخبث العقيدة يأتي من الفكر الناصبي، من الفكر البعيد عن منهج العترة الطاهرة. إذا أردنا أن نطبق هذا الذي في أيام نوح النبي على زماننا هذا، والإمام الصادق يريدنا أن نطبقه، لأن الإمام الصادق إنما جاء بهذه المطالب في هذا الحديث الطويل كي يبين لنا نحن الذين نعيش زمان غيبة إمامنا، كيف تنطبق سنن الأنبياء على زمان الغيبة. فلو أنهم هؤلاء أصحاب الطينة الخبيثة بالعقيدة الناصبية، فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته، نشقوا روائح صفات الملك ولاستحكمت سرائر نفاقهم، لأنهم من طلاب الرئاسة وأقبح طلاب الرئاسة في تاريخنا هم مراجع الدين، يتهارشون على الزعامة الدينية كما تتهارش الكلاب على الجيف. أقبح طلاب الرئاسة في تاريخ التشيع هم آيات الله العظمى في النجف وكربلاء، مراجع الدين، أقبح الناس في طلب الرئاسة، لأنهم ينصبون الدين كمائن للشيعة ويغتالون عقائد الشيعة. ومن هنا فإن الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فبنو أمية طلاب دنيا، والذي حمل رأس الحسين إلى الكوفة ماذا أعطاه عبيد الله ابن زياد جائزة؟ كتب التاريخ تذكر من أن عبيد الله أعطاه جائزة، أعطاه 4 دراهم، جائزة حمل رأس الحسين من كربلاء إلى الكوفة، رمى إليه 4 دراهم على الأرض.
هذا هو واقع الدنيا. مراجع الدين في النجف وكربلاء أخس من هذا، وهذا الوصف من أنهم يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف. هذا الوصف ليس مني، هذا كلام مرجع من أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الصغرى، إنه الشلمغاني، أكبر مرجع شيعي زمان الغيبة الصغرى. كل الشيعة كانوا يعملون برسالته العملية التي عنوانها التكليف، كتاب التكليف، الرسالة العملية التي كانت الشيعة تعمل بها زمان الغيبة الصغرى بأمر من النواب الخاصين لصاحب الأمر. ولكن الرئاسة والمرجعية والزعامة الدينية وطمعه في النيابة الخاصة أدى به إلى فساد عظيم لعنه صاحب الأمر. وهذه الكلمة نقلها الشيخ الطوسي نفسه في كتابه الغيبة عن الشلمغاني، من أنه كان يقول: من أننا كنا نتهارش على الزعامة الدينية على المرجعية الدينية، هو مع سائر مراجع الشيعة الآخرين إننا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف. هذه الحالة إلى يومنا هذا، مراجع النجف وكربلاء يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف. هم أسوأ حالا من هذا الذي حمل رأس الحسين إلى ابن زياد، جائزته كانت 4 دراهم، وهؤلاء يتصارعون على دراهم الخمس. سود الله وجوههم. الإمام الصادق يقول عنهم: من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة، ما هم ضعفاء البدن، ما هم ضعفاء الجيب والأموال، ضعفاء العقيدة. فمراجع النجف وكربلاء أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فلو أنهم هؤلاء الذين كانت طينتهم خبيثة من الذين آمنوا بنوح النبي من شيعة نوح، وإنما خبثت طينتهم بسبب خبث عقائدهم، فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف، إذا أهلكت أعداءهم لنشهقوا، لشموا. ونشقوا تعبير دقيق. مرة تأتي الرائحة هكذا من دون طلب مني، فتدخل إلى مسارب أنفي فأشمها، ومرة أخرى أنا أبحث عنها أتنشقها تنشقا. لنشقوا روائح صفاتي، هم يبحثون عن رائحة الملك. فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف، إنني أقدمه للمخلصين إذا أهلكت أعداءهم. وهؤلاء يكونون بينهم
لنهشق روائح صفاته، لنافسوهم ولاستحكمت سرائر نفاقهم. وتأبدت حبال ضلالة قلوبهم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة، كشفوا إخوانهم الذين طينتهم طيبة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي. هذا هو واقعنا، هذا هو واقع الشيعة منذ زمان الطوسي. بعد الطوسي صارت المرجعية، هو نقل المرجعية إلى ولده ذلك الغبي، ذلك الخبيث، والذي بقي في المرجعية ما يقرب من 60 سنة، كان جاهلا غبيا خبيثا نصبيا قذرا. يضحكون عليكم حين يمدحونه، كان غبيا وجاهلا وخبيثا وناصبيا، كان مشبعا بالفكر الناصبي. بقي 60 سنة فعل ما فعل بالشيعة ودمر كل الذين فتحوا أفواههم معترضين على ذلك المنهج الطوسي القذر. القرائن تشير إلى ذلك، وقد تحدثت عن هذه التفاصيل في برامجي المختلفة. ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي. وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟ كلا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال الصادق عليه السلام: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. ولذا سيخرج مراجع النجف جميعا لحربه كي يقضى عليهم، كي تتطهر الأرض من هذه النجاسات. هذا هو الذي حدثتنا أحاديث العترة الطاهرة عنه. فإن أصحاب العمائم في النجف وكربلاء سيخرجون هم والذين يقلدونهم، سيحاربون صاحب الأمر، وسيقضى عليهم من أولهم إلى آخرهم كي تتطهر الأرض من نجاستهم. هذا الحديث عن مراجع النجف وكربلاء في زمان الظهور. الروايات حدثتنا وأخبرتنا عن ذلك، من أنهم سيبايعون السفياني، ومن أنهم سيحاربون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وسيقضى عليهم. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم. وقت
أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. والشمر جالسون على صدرك مولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيديه ذابح لك بمهندي قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القنا رأسك وسبيا أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساق. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أقرأ عليكم من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث يحدثنا عما جرى في زمان نوح النبي وعن وجه المطابقة بين السنن الجارية آنذاك وما يجري في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فيقول إمامنا الصادق: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. لن أذهب بكم بعيدا، سأعرض لكم هذا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد مراجع النجف المعاصرين السيد علي الحسني البغدادي، يتحدث فيه عن نماذج من المراجع الذين يعرفون بالقداسة والزهادة، هكذا يقال عنهم، بالنسبة لي لا أصدق ذلك، هذه أكاذيب أمامنا في النجف، ولكن في أجواء حوزة النجف هكذا يقال عنهم أمثال شيخ طه نجف. فالسيد علي الحسني البغدادي يحدثنا عن أنه لم يكن راضيا ولم يكن محبا ولم يكن منتظرا لظهور إمام زمانه لأنه لا يريد للإمام أن يظهر، يخاف على نفسه الارتداد لأنه سيدخل في صراع وفي حرب على الرئاسة مع إمام زمانه. هذه هي الحكاية، وهذه الحكاية حكاية جميع المراجع من زمان الطوسي
وإلى يومنا هذا وإلى الذين سيأتون بعد هذا اليوم إلى يوم الظهور الشريف حيث يخرجون لحرب إمام زماننا، ألا لعنة الله عليهم. إنني ألعن المراجع الذين سوف يخرجون لحرب إمام زماننا من مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة الله عليهم. نشاهد الفيديو. أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة. وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر المستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. قلت الحاكم ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. حاكم العلماء سيدنا تخيل بختك، هكذا العلماء ذولا طايح حظهم، ذولا مو علماء ذولا سرابيت. أي علماء هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين سيخرجون لحرب الحجة ابن الحسن، هم يعرفون أنفسهم بأنفسهم. هذا هو واقع حوزة النجف، وهذا الكلام ليس خاصا بشخص أو بزمان معين. واقع حوزة النجف منذ سنة 448 حينما أسسها الطوسي الشافعي المعتزلي وإلى يومنا هذا، وسيستمر هذا الحال وهذا الضلال إلى يوم قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا أرادوا أن يصححوا واقعهم، لكن هذا الأمر في غاية البعد. هؤلاء الإمام لم يكن قد ظهر وهم يجدون أنفسهم مرتدين. بالله عليكم لا زرعوا نخال كما في زمان نوح، ولا أكلوا تمر، ولا جابوا نوى، كل شو ماكو، لأن حرامية حرامية سرقوا صاحب الزمان، سرقوا أمواله، سرقوا منصبه،
سرقوا صاحب الزمان، سرقوا أمواله، سرقوا إمامته، صاروا أئمة، صاروا بديلا عن صاحب الأمر، وادعوا أنهم نواب له وهم لا يفقهون حديثه. وسأبين لكم كيف أنهم كذابون أفاقون في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، حينما أحدثكم عن واقع المرجعية الفاسد والمفسد على المستوى العقائدي وعلى سائر المستويات التطبيقية الأخرى. وبالوثائق وبالأرقام والحقائق في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أعود إلى سورة نوح. وإلى الآية 23 بعد البسملة من السورة. وقالوا، من الذين قالوا؟ قوم نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه العناوين، هذه الأسماء، أضلت كثيرا من الناس. وقالوا، قوم نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه لقطة مهمة نأخذها من سورة نوح. ماذا يقول أئمتنا فيما يرتبط بهذه الأسماء وبهذه اللقطة المهمة من السورة؟ أقرأ عليكم من كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، الباب الثالث بسنده عن حريز ابن عبد الله السجستاني، وهو شخصية شيعية معروفة، عن جعفر بن محمد، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في قول الله، في هذه الآية التي تلوتها عليكم والتي أوردت أسماء الأصنام التي كان قوم نوح يعبدونها. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إمامنا الصادق يقول كانوا يعبدون الله عز وجل فماتوا. هذه الأسماء أسماء قوم مؤمنين، هذه الأسماء أسماء مجموعة من أولياء الله، الأشخاص الذين كانوا
بهذه الأسماء كانوا مؤمنين وممدوحين وماتوا أخيارا. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في قوم نوح الذين استجابوا للشيطان أن صنعوا لهم أصناما وشيئا فشيئا عبدوها بعد ذلك وأسسوا دينا جديدا لهم. أما هذه الأسماء فهي في أصلها أسماء أشخاص صالحين، وقد ذكرت بعض أسمائهم في أحاديث أمير المؤمنين من أنهم كانوا من العباد في مسجد الكوفة في أيامهم، فمسجد الكوفة مسجد قديم. فبعض الأسماء وردت في أحاديث أمير المؤمنين حيث يبين فضل مسجد الكوفة فيقول من أن فلانا فلانا كانوا في هذا المسجد، كانوا عبادا في هذا المسجد. الصادق يقول كانوا يعبدون الله هؤلاء الأشخاص، هؤلاء أولياء، فماتوا فضج قومهم حزنا عليهم، فضج قومهم وشق ذلك عليهم، أصابهم ما أصابهم من الحزن والجزع بسبب موت هؤلاء. فجاءهم إبليس لعنه الله فقال لهم أتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله. فأولئك الأولياء كانوا يعلمون الناس عبادة الله، وكانت الناس تعبد الله في ظل وجودهم، كانوا من الصالحين. فلما ماتوا أصاب قومهم الحزن، الحزن الشديد، فجاءهم إبليس واقترح عليهم هذا الاقتراح أن يصنع لهم أصناما على صورهم ينصبونها في الساحة الكبيرة وسط المكان الذي كانوا يقطنون فيه، في الساحة الكبيرة في الميدان الكبير، فينظرون إلى صورهم إلى أصنامهم كي يستأنسوا بذلك. فجاءهم إبليس لعنه الله فقال لهم أتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله. أنتم استمروا على منهجهم على طريقتهم فاعبدوا الله واستأنسوا بهذه الأصنام. فأعد لهم أصناما على مثالهم فكانوا يعبدون الله وينظرون إلى تلك الأصنام. ليس هناك من مشكلة إلى هذا الحد. فلما جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت، صنعوا لها بيتا مكانا، بدأت صناعة الدين الجديد. فهذا معبد وهذه أصنام، وسيتهيأ رجال دين لهذا المعبد. حكاية رجال الدين وخداعهم وكذبهم في كل المؤسسات الدينية، وعلى رأسها مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية في النجف، مؤسسة الكذب والدجل والنفاق والسرقة وكل القبائح. فلما جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت فلم يزالوا يعبدون الله
حتى هلك ذلك القرن، ذلك الجيل، ونشأ أولادهم، فقالوا إن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله. فذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخر الآية الكريمة. المشكلة في واقعنا الشيعي هي أئمتنا أطهار، لكننا نصبنا لهم نوابا مزيفين فضحكوا علينا. الحكاية هي الحكاية. فود وسواع ويغوث ويعوق والنسر، هؤلاء من أولياء الله، وكانوا يعلمون الناس دين الله على أصوله الصحيحة، لكن إبليس تدخل بهذه الطريقة التدريجية شيئا فشيئا، وهذا هو الذي حدث في واقعنا الشيعي. فجئنا بعجول بشرية لا علاقة لها بدين محمد وآل محمد، إنهم غاطسون في قذارات النواصب، وجعلناهم نوابا لصاحب الأمر وهم يجهلون ثقافة صاحب الأمر، يجهلون دين صاحب الأمر، ويحاربون حديث صاحب الأمر، عقائد صاحب الأمر يحاربها هؤلاء السفهاء في النجف. هؤلاء أنتم نصبتموهم وأنا منكم، نحن نصبناهم، أجدادنا آباؤنا ونحن جميعا نصبناهم عجولا بشرية، وافترضنا فيهم أنهم نواب لصاحب الأمر، وهم نواب لإبليس، نواب للشيطان، كهذه التماثيل. هذه التماثيل لا علاقة لها بود وسواع وبقية الأولياء، هذه تماثيل إبليس، إبليس صنعها. وهؤلاء أيضا لا علاقة لهم بصاحب الأمر، هؤلاء صنعهم إبليس لنا، ضحك علينا إبليس وهم ضحكوا علينا ونحن ضحكنا على أنفسنا. هذا هو الواقع الشيعي. وإلا ما سمعتموه قبل قليل من السيد علي الحسني البغدادي عن مراجع النجف، هذا منطق شخص ينوب عن صاحب الأمر ويتحدث عن طه نجف الذي يصفونه بالورع والزهد، وهو يقول كما حدثنا السيد علي الحسني البغدادي من أن طه نجف يقول إن العصمة ممكنة، يمكن أن يكون الإنسان معصوما. ليش ما صرت يا حظ أنت معصوم؟ شو حالتك هذه؟ حالة واحد طايح حظه، اللي أنت خايف أن الإمام يظهر، خاف ترتد، ليش ما صرت معصوم أنت؟ هذا هو الواقع الشيعي بكل قذاراته المرجعية وبكل أوساخه الحوزوية. رجاء أعيدوا لنا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يعتبروا وأن يدققوا أكثر. هذا هو حال مراجعكم. أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلاميذ، كان من تلاميذ
الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان الشيخ مدحه في التحصيل مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية، حذراً أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وقال محمد طه نجف، يقول السيد البغدادي بالتحصيل، كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة، هي أمر مستحيل. على أي حال، العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم حسن الخاتمة. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار، وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب، وهو من كبار الفقهاء، والذي تحدث عنه المحدث النوري، أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء، هكذا العلماء، وهكذا المراجع. ويا شيعة أقبض من دوش إذا كان العلماء هكذا. أعود إلى سورة نوح، إلى الآية 26 بعد البسملة والتي بعدها. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا لون من ألوان التطهير، ولون من ألوان الثأر. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعاء. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق من الباب 27، الحديث الأول بسنده عن حنان ابن سدير، ابن سدير الصيرفي، وهناك من يقرأه حنان، والذي يبدو أنه حنان وليس حنانا. عن حنان ابن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقري صلوات الله عليه، سدير الصيرفي، يقول لإمامنا الباقر: أرأيت نوحا حين دعا على قومه فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا
إلا فاجرا كفارا. فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: علم أنه لا ينجب من بينهم أحد. قال: قلت وكيف علم ذلك؟ قال: أوحى الله إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذا يعني لا أمل في جيل جديد سيكون مؤمنا. من هنا دعا عليهم، فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء. الذي أريد أن أشير إليه من أن هذا العنوان الثأر ليس بالضرورة أن يكون بالسيف، وليس بالضرورة أن يكون من طريق الحروب، فالعناوين متحركة والمصطلحات متنقلة في ثقافة الكتاب والعترة. مر علينا في معنى الإحياء ومعنى القتل في التأويل الأعظم للقتل أن يخرج الإنسان من الهدى إلى الضلال، هذا هو التأويل الأعظم للقتل. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا في هذا الأفق. والإحياء إخراجها من الضلال إلى الهدى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه المضامين القرآنية مرت علينا. فالإحياء ليس بالضرورة أن يكون من خلال الإنقاذ من حالة قد تسبب الموت لذلك الشخص، من الغرق مثلا، من الحريق مثلا، ومن كل الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى موت الإنسان، إلى قتله. فحينما نتحدث عن إحياء النفوس فليس بالضرورة أن الإحياء يكون بهذه الطريقة، بل مر علينا أن التأويل الأعظم وهو التأويل الحقيقي أن نخرج الإنسان من ضلال إلى هدى، والأمر هو هو في معنى القتل. فليس من الضروري أن يكون القتل أن نقطع الرأس بالسيف أو أن نطلق الرصاص عليه، على القتيل. هذا من جملة مضامين القتل، لكن التأويل الأعظم أن نخرج الإنسان من الهدى إلى الضلال. التأويل الأعظم يعني المعنى الحقيقي، وكذا الثأر. الثأر هو التطهير. أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين، من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد. ومر علينا من أن الله سبحانه وتعالى يستثير للحسين من جميع خلقه، فهذه الاستثارة ليست بالسيوف. فهل الاستثارة من الملائكة بالسيوف؟ فهل الاستثارة من الحيوانات التي
في أعماق البحار بالسيوف. فهذه الاستثارة من جميع الخلق تكون مناسبة لكل صنف من أصناف المخلوقات، وحتى مع البشر. ليس بالضرورة أن أخذ الثأر في كل المراتب وفي كل المراحل سيكون بالسيف، هناك وهناك. هناك مرحلة، هناك حالات يؤخذ الثأر من خلال الحرب، وهناك حالات أخرى لا يؤخذ الثأر من خلال الحرب. هذا مصداق من المصادق، إنه الدعاء. الدعاء الذي له تطبيق شامل. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. سدير الصيرفي يقول: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: أرأيت نوحا حين دعا على قومه فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ قال الباقر صلوات الله عليه: علم أنه لا ينجب من بينهم أحد. قال: قلت: وكيف علم ذلك وعندنا في الروايات من أنهم بعد الدعاء استمروا 40 سنة ما أنجب منهم أحد بعد دعاء النبي؟ علم أنه لا ينجب من بينهم أحد، لا ينجب من بينهم أحد، لا ينجب أحد منهم شخصا، ولدا، بنتا، ستكون في عداد المؤمنين، في عداد شيعة نوح. فلما علم النبي نوح من أنه ليس هناك من مؤمن في أصلابهم، فدعا عليهم فقطع نسلهم 40 سنة قبل الطوفان، لم ينجب منهم أحد. هذا نحو من أنحاء الثأر، فليس بالضرورة أن الثأر يكون بالسيف. قلت: وكيف علم ذلك من أنه لا ينجب من بينهم أحد؟ قال: أوحى الله إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء وانقطع نسلهم. نذهب إلى فاصل. كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الباب، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار.
بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية هاي الدنيا أيام أيام هاي الدنيا أيام رواية مهمة تأتي في هذا السياق، في سياق المصطلحات المتحركة، الإشارات المتنقلة. أضربها لكم مثالا، أقرأ عليكم من كامل الزيارات من الطبعة التي قرأت منها في الحلقات الماضية، الباب 95 صفحة 300 الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من باع طين قبر الحسين. ماذا يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ من باع، قطعا الذي يبيع طين قبر الحسين شيعي يعتقد بأهميته، لا أريد أن أقول يعتقد بقدسيته، يعتقد بأهميته، وإنما يبيعه لشخص شيعي آخر، فهو ليس في مقام الإهانة لتربة قبر الحسين. من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. كارثة كارثة. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. هذا رجل شيعي يأخذ ترابا من تراب قبر الحسين، من تراب كربلاء، ويبيعه لشيعي آخر، وذلك الشيعي يأخذه للانتفاع به، إما للتسبيح، للصلاة عليه، للاستشفاء به، لأي غرض من الأغراض التي ترتبط بطين قبر الحسين. فالأغراض كثيرة متعددة. فهذا الشيعي البائع يبيع ترابا وهو لا يستهين به، ويقدمه لشخص سينتفع منه. الإمام يقول: من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتري. أية كارثة هذه. إذن ماذا نقول لهؤلاء الخطباء الكذابين السفهاء، هؤلاء الذين ينقلون قذارات مراجعهم الأخبياء الناقضين لبيعة الغدير، ويتقيؤون بقذاراتهم هذه
في رؤوس الشيعة ينقلون الفكرة الناصبية ويقولون لكم هذا هو فكر الحسين. هؤلاء ينهشون لحم الحسين وأنتم معهم أيضا، لأنكم تكثرون السواد في مجالسهم وتدفعون الأموال إليهم. هؤلاء ينهشون لحم الحسين. إذا كان هذا يبيع ترابا، التراب لا يدخل إلى الرؤوس، العقائد هي التي تدخل إلى الرؤوس، عقائد ضلال مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض. هؤلاء الخطباء والشعراء والرواديد هم الذين ينقلونها، وهم مع ذلك يتعاملون عليها بالأموال فضلا عن المفاسد التي تضاف إلى ذلك. الآن بعض الرواديد صاروا مثل الكاولية، بالضبط مثل الكاولية، هم وشعرائهم كاولية كاولية. أنا لا أريد أن أنتقص من الكاولية كأناس، لكن هذه التعابير تعابير معروفة في ثقافتنا الشعبية، يقصد منها جهة معينة. بعض الرواديد الآن كاولية كاولي، خصوصا ذولا اللي يحشرون المرجعية لمدحها بمناسبة ومن دون مناسبة. كاولي، هذا كاولي، ما علاقته بالحسين؟ كاولي، لأن المراجع إمامنا الصادق يصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهذه الأوصاف تنطبق بالتمام والكمال على مراجع النجف وكربلاء من الأعلى فيهم إلى الأسفل منهم. الواقع يقول هذا، كتبهم، عقائدهم، فضائياتهم، وكلاؤهم، خطباؤهم، كل الذي حولهم وكل الذي يصدر منهم. هؤلاء ينهشون، هؤلاء ينهشون لحم الحسين وأنتم تساندونهم. من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. الحكاية طويلة طويلة وعميقة وخطيرة وكبيرة. إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنتم الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين، ماذا تعرفون عن الحسين؟ وماذا تفقهون من حق الحسين؟ تذكروا هذه الكلمة، من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. فماذا تقولون للذين يضحكون على الشيعة بعقائد الضلال الناصبية ويقولون لهم هذه عقائد الحسين؟ وماذا تقولون لهؤلاء الشعراء السفلة الذين ينظمون القصائد بأسلوب مخالف لثقافة العترة الطاهرة؟ كل الذي يريدونه أن يمدحوا المرجعية الفاسدة الضالة المضلة. هذا هو واقعنا الشيعي، أم أنني أتحدث عن واقع في المريخ؟ ما هو هذا واقعنا الشيعي بالتمام والكمال. تذكروا كلام الصادق، من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه.
فما بالكم بهؤلاء الخطباء الذين يشترطون مقادير الأموال بالدولارات، ويشترطون الأماكن التي سيسكنون فيها، وبعد ذلك يشترطون نوع الطعام والشراب. تذكروا هذه الكلمة: من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. فماذا تقولون للذين يضحكون على الشيعة بعقائد الضلال الناصبية ويقولون لهم هذه عقائد الحسين؟ وماذا تقولون لهؤلاء الشعراء السفلة الذين ينظمون القصائد بأسلوب مخالف لثقافة العترة الطاهرة؟ كل الذي يريدونه أن يمدحوا المرجعية الفاسدة الضالة المضلة. هذا هو واقعنا الشيعي، أم أنني أتحدث عن واقع في المريخ؟ ما هو هذا واقعنا الشيعي بالتمام والكمال. تذكروا كلام الصادق: من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. فما بالكم بهؤلاء الخطباء الذين يشترطون مقادير الأموال بالدولارات، ويشترطون الأماكن التي سيسكنون فيها، وبعد ذلك يشترطون نوع الطعام والشراب الذي يأكلونه ويشربونه. يطلب من أصحاب الحسينية أو من أصحاب المجلس أن يهيئوا له مجلسا مع الأخوات، مع المؤمنات الصالحات، وذول الغبران ما يدرون هذا راح يفرهد ذن البنات، راح يفرهدن ويلعب عليهن. يريد أن يقدم النصائح والتوجيه الديني لأخواتنا وبناتنا المؤمنات أبو اللقو. هذه الحكاية موجودة ومتكررة، ولا أريد أن أدخل في أغوار هذه التفاصيل. وحتى الرواديد الذين صاروا يتعاملون كالمغنين، يبحثون عن المعجبات، كاولية، صارت قضية كاولية والسرسرية وهتلية. لكن المهم أن يمدح السيستاني، إذا مدح السيستاني فحينئذ صار ملاكا ونبيا. المهم يمدح المرجعية وهو هتلي سرسري ساقط، وأنتم تساندونه، هو ينهش بلحم الحسين بمعونة السيستاني وأنتم معه. هذا هو الواقع. أنا أتحدث عن أكثر الخطباء وأكثر الشعراء وأكثر الرواديد. ربما توجد حالات استثنائية قليلة جدا، لكن الجو العام هو هذا. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا
15 ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة ل23 مضينا من شهر رمضان. في سورة هود لوحة من البلاغة القرآنية ترسم لنا هذا المشهد، وكأنها تعرض لنا فيديو على شاشة سينمائية وهي تجري بهم في موج كالجبال. إنها سفينة نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هي آية واحدة لكنها رسمت لنا دراما كاملة مفصلة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. في الباب 26 من علل الشرائع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن النجف كان جبلا. الإمام يشير إلى أرض النجف، وأرض النجف إلى يومنا هذا هي أرض عالية مرتفعة بالقياس إلى أرض الكوفة مثلا. إن النجف كان جبلا. أتعتقدون من أن المهندسين في النجف يقولون من أن أعلى ما في بناء مزار مسلم بن عقيل، يعني أعلى المنارات، يأتي مساويا لمستوى الصحن العلوي؟ هكذا يقولون. أنا لست متأكدا بالقياس العملي من هذا، ولكن الخبراء في الهندسة يقولون هذا، من أن أعلى منائر
مسلم بن عقيل تأتي مساوية لمستوى الصحن العلوي في النجف، فالنجف لا زالت أرضا عالية إلى يومنا هذا. إن النجف كان جبلا، وهو الذي قال ابن نوح في الآية قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فأراد أن يعتصم بهذا الجبل. لم يكن في ذلك الوقت يسمى بالنجف، هذه تسمية متأخرة. هناك جبل عال فأراد ابن نوح أن يعتصم به من الماء، وكانت الأمواج عالية كالجبال مثلما وصف القرآن لنا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه، فأوحى الله إليه، أوحى الله إلى الجبل، يا جبل أيعتصم بك مني؟ قطعا هذه التعابير على سبيل التقريب، فإن الله لا يوحي إلى الجبل بهذه الطريقة، هذه على سبيل التقريب. فأوحى الله إليه يا جبل أيعتصم بك مني؟ فتقطع قطعا قطعا إلى بلاد الشام، يعني أخذته الرياح، أخذته المياه باتجاه بلاد الشام، وصار رملا دقيقا، وصار بعد ذلك بحرا عظيما، صار منخفضا، وكان يسمى ذلك البحر بحر ني. ثم جف هذا البحر، ثم جف بعد ذلك، فقيل ني جف، فسمي بنجف باعتبار أن هذا التعبير يكون ثقيلا، ني جف، فللتخفيف وللتسهيل قيل نجف. ثم صار الناس بعد ذلك يسمونه نجف لأنه كان أخف على ألسنتهم. فابن نوح أراد أن يعتصم بالجبل، وما أراد أن يعتصم بالسفينة. هذا هو حال مراجع النجف وكربلاء حين نقضوا بيعة الغدير وتركوا تفسير علي وآل علي واعتصموا بالمنهج العمري في تفسير القرآن، فضلوا وضلوا وهلكوا وأهلكوا معهم الشيعة. هذا هو الذي حدث، فتركنا إمام زماننا لأنفسنا ولهؤلاء السفهاء السفلة الذين عبثوا بديننا منذ زمان الطوسي وإلى هذه اللحظة. والحكاية في النجف أيضا، هذه رموز واضحة، والقرآن بحسب المنهج العلوي في التفسير يجري مجرى الشمس والقمر، يجري مجرى الليل والنهار، له مطالع وله مجاري. فابن نوح أراد أن يعتصم بالجبل،
وإمام زمانه، نبي زمانه، أبوه نوح، ماذا قال له؟ قال: يا بني اركب معنا، من ركب في سفينة نوح نجا ومن تخلف عنها غرق. إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة فيكم مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مذ جنح كثير منكم، يا مراجع الشيعة، جنحوا، ذهبوا إلى معزل، إلى جبل. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. السلف الصالح كانوا في السفينة وأنتم جنحتم إلى ذلك الجبل، جنحتم بعيدا. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، العهد المأخوذ على ابن نوح أن يركب في السفينة، نبذه وراء ظهره كأنه لا يعلم، كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذي فعله ابن نوح، لأن ابن نوح ما قال لأبيه من أنني لن أغرق ومن أن الماء لن يخيفني، كان عالما بأن الغرق سيكون مصير الذين لا يصعدون في السفينة، ولكنه قال بأنه سيأوي إلى جبل كي يعصمه من الماء، أراد أن يستعين بشيء آخر، وهذا هو الذي يفعله مراجع الشيعة منذ سنة 448. تركوا عقائد العترة، تركوا حديث العترة، تركوا تفسير العترة، تركوا فقه العترة، تركوا فتاوى العترة، وذهبوا إلى جهة أخرى، ذهبوا إلى العيون الكدرة القذرة. ألا لعنة الله على منهجهم القدر، ألا لعنة الله على منهج مراجع النجف، منهج الضلال والنقض لبيعة الغدير. هذه حقائق، وأنا قد أثبتها بمئات الوثائق ومئات الساعات. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. أقول هذا للذين لم يطلعوا عليها، أو للذين يشاهدون هذه الحلقة لأول مرة. فأوحى الله إليه إلى الجبل: يا جبل أيعتصم بك مني؟ ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الاعتصام بهم كيف يكون؟ أن نعتصم بقرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا أن نعتصم كما فعل أغبياء وسفهاء النجف من آيات الله العظمى، هؤلاء المسخرة، هؤلاء ما هم بآيات الله العظمى، هؤلاء كل واحد منهم ينطبق عليه هذا العنوان: مطية الشيطان العظمى، امتطاهم وجعلهم وسيلة لتضليل الشيعة في عقائدها، يخرجون لنا خطباء الضلال ووكلاء الضلال كي ينشروا ضلالهم، كتبهم تدل على ذلك، فتاواهم تدل على ذلك، حربهم
لحديث العترة الطاهرة يدل على ذلك. في يوم غد سأطبق لكم تطبيقا عمليا تعرفون كيف أن هؤلاء السفهاء من مراجع حوزة الطوسي يضحكون عليكم. سآتيكم بكتبهم وسأقوم بعملية تطبيقية بين أيديكم عبر البث المباشر وأمام أعينكم، والبخير منهم خلي رد، لأنني سآتي بكتبهم ومصادرهم، والبخير منهم خلي رد. انتظروني يوم غد، لكنني سأكمل حديثي معكم. فغرق ابن نوح، وماذا كان النداء الإلهي؟ وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. يفترض في نوح أن يعرف من أن القوم الظالمين عنوان لكل الذين غرقوا ومن بينهم ابنه، لكن نوحا يستعمل ميزانا لتقييم الرجال. هذا نوح هو شيخ المرسلين، ونوح هو أفضل من إبراهيم بحسب القرآن وبحسب أحاديث العترة. نوح هو شيخ المرسلين، نوح هو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هو شيخ المرسلين، هو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه، وهو أعلم الأنبياء، أعلم من إبراهيم وأعلم من موسى وأعلم من عيسى، هو أعلم أولي العزم من الأنبياء المرسلين من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا كان نوح الذي هو أعلم الأنبياء المرسلين من أولي العزم من شيعة محمد وآل محمد ليس قادرا أن يقيم ابنه، والله يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بالله عليكم السيستاني اللي قاعد بزويته بالنجف كيف يستطيع أن يقيم رواة الحديث قبل 1400 سنة؟ الخوئ اللي ما يدري بأولاده ايش كانوا يسوون على السطح. أنا لا أحدثكم عن قضايا رمزية، لا، هذه حقائق. كانوا يسوون ما يسوون على السطح، الخوئ ما يدري بأولاده شي يسوون على السطح، شلون يعرف الرواة قبل 1400 سنة؟ لا توجد فيديوهات، لا توجد كتب، لا توجد مصادر، لا توجد مصادر عن الرواة، لا توجد كتب، كيف يقيمهم؟ وهذا التقييم راح يطلع من فوق من جوه. هذا التقييم الرجالي في كتب الرجال لا قيمة علمية له، هذا بمثابة غازات. الناس تخرج غازات بطونها من أسافلها، ومراجع النجف وكربلاء يخرجون غازات بطونهم من أفواههم فيما يدرسونه ويكتبونه في علم الرجال.
نبي هو ليس قادرا على أن يقيم ابنه. الله سبحانه وتعالى يقول له: يا نوح إنه ليس من أهلك، لماذا تقول إنه من أهلي؟ فنوح لا يحسن تقييم ابنه، فنوح لا يحسن تقييم ابنه. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا علم الرجال الذي عندك، ما هو علم؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا الجهل. لهذا السبب أقول لكم من أن علم القنادر عند مراجع النجف ما هو بعلم. هذا نوح النبي من الأنبياء المرسلين، من أولي العزم، أفضل الأنبياء المرسلين من أولي العزم. في سورة الصافات، أعطيكم دليلا من القرآن، من سورة الصافات تشير إلى فضل نوح على الأنبياء. إبراهيم أبو الأنبياء، في سورة الصافات في الآية 83 بعد البسملة: وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعته، من شيعة نوح. اقرأوا السياق، الآيات المتقدمة تتحدث عن نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، تستمر الآيات: وإن من شيعته لإبراهيم. قطعا هناك مطالع أخرى للآية: وإن من شيعته، من شيعة علي، وورد هذا في أحاديثهم الشريفة، ولكن بحسب السياق اللغوي، وهذا مطلع من مطالع القرآن، بحسب هذا المطلع، مطلع السياق اللغوي، فالضمير هنا في شيعته يعود على نوح النبي. فإبراهيم في القرآن معدود من شيعة نوح. فنوح هذا الذي هو أشرف الأنبياء المرسلين من أولي العزم وأعلمهم، وهو شيخهم، شيخ المرسلين، هكذا نسلم عليه في زيارته. اقرأوا زيارته في مفاتيح الجنان، كيف تسلمون على نوح حينما تزورونه في النجف؟ السلام على شيخ المرسلين، هو شيخ المرسلين من أشياع محمد وآل محمد. فنوح هذا ميزان تقييمه الرجالي، وهو يقيم ابنه، لا يقيم شخصا بعيدا عنه. فإن الله يقول له: إن تقييمك ليس صحيحا، لأن نوحا هكذا قال: إن ابني من أهلي. ماذا قال له الله؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا علم التقييم عندك، هذا جهل. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بالله عليكم، إذا كان نوح بهذا الحال، الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر الذين لا يعرفون وكلاءهم ولا يعرفون ماذا يفعل أولادهم ولا يعرفون أي شيء عن الذي يجري في قلوب الناس، كيف يقيمون رواة الأحاديث قبل 1400 سنة؟ ما هذه هي المهزلة التي قضت على ديننا. لماذا فعلوا هذا؟ لأنهم نقضوا بيعة الغدير وركضوا وراء منهج الشوافع والمعتزلة، هذا هو الذي جرى علينا. أقرأ عليكم هذه الرواية وبعد ذلك أودعكم كي نلتقي في حلقة يوم غد، وهي حلقة مهمة جدا.
في الباب 23 من علل الشرائع بسنده عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت له عبد السلام الهروي يسأل الإمام الرضا: لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام وفيهم الأطفال، ومن لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال، لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح، لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم، ما كان الله تعالى ليهلك بعذابه من لا ذنب له، وأما الباقون من قوم نوح فأغرقهم لتكذيبهم لنبي الله نوح، هؤلاء الذين كذبوا وحاربوا. وسائرهم أغرقوا لماذا؟ برضاهم تكذيب المكذبين. هم لم يواجهوا نوحا بشكل مباشر، الذين واجهوا نوحا جمع من قومه، الأعم الأغلب، خصوصا وأن نوحا عاش قرونا، ذهبت أجيال وجاءت أجيال. وسائرهم أغرقوا برضاهم تكذيب المكذبين، ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه. أنا أقول لكم، هذه الشاشة، أتحدث عن شاشة القمر الفضائية، الشاشة الوحيدة التي تحدثكم بحديث أهل البيت من دون مجاملة، والجميع يحاربونها وأنتم تعرفون ذلك، أنتم مشاركون معهم في حرب حديث أهل البيت. أنا لا أتحدث عن نفسي، أنا لا قيمة لي، أنا رقم من الأرقام، في أي لحظة يمكنني أن أخرج من هذه الدنيا، ربما وأنا نائم في فراشي تقرصني دودة صغيرة يؤدي ذلك إلى موتي. ما أنتم تشاهدون الموت في غاية السهولة في كل مكان. أنا لا أحدثكم عن شخص، أنا أحدثكم عن منهج. فهذه الشاشة، شاشة القمر، تضع بين أيديكم منهجا، والجميع من المراجع ومن أصحاب العمائم القذرة ومن الأحزاب والمجموعات الشيعية القطبية، الجميع اتفقوا على حرب هذا المنهج. أنتم تشاركون معهم، عليكم أن تدافعوا عن هذا المنهج. أنا أخاطب الذين يقولون إننا خدام الحسين، خدام الحسين يفترض فيهم أن يكونوا حسينيين، الحسيني لابد أن يكون ناطقا بالحق مهما واجهته الظروف، هذا هو الحسيني. الحسيني ما يصير كاولي مثل مصادق كثيرة من الرواديد والشعراء، كاولية، كاولية يبحثون عن دراهم ودنانير، عن دولارات سفلة. الحسيني هو الذي يقف مع الحق، والحق ليس معي، الحق مع محمد وآل محمد.
الحق مع هذا المنهج. إمامنا الرضا يقول: وسائرهم أغرقوا. الأكثر من الناس الذين غرقوا في طوفان نوح لم يكونوا قد واجهوا نوحا وحاربوه بشكل مباشر. الذين حاربوا نوحا الحوزة في زمانه، حوزة تلك الأصنام التي أشار إليها القرآن وحدثتكم عنها. وسائرهم أغرقوا برضاهم. وسائرهم، سائر قوم نوح، أغرقوا برضاهم تكذيب المكذبين. ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه. وقت الحلقة انتهى. أتمنى أن تكون المطالب التي عرضتها لكم في هذه الأجزاء الثلاثة في هذه الحلقة وفي الحلقتين المتقدمتين أن تكون المطالب نافعة ومفيدة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.